بسم الله، والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة وأصيلا، أي ننزه الله في كل أجزاء حياتنا الدنيا وفي الآخرة نسبحه ونسبحه إلى ما لا نهاية له. يقول رب يقيمون الصلاة، أي يعطونا حقها، مش في ظهر الأمر هو يصلي وهو مع الشياطين تأمره وتنهاه وتضحك عليه وتوحي له بعكس الحقيقة، وأنه مجرد يقيمون الصلاة أي لا نعطل الصلاة، دائما ما دمنا في صلاة ننتظرها فنحن في صلاة، ولهذا لا تعطيل الصلاة بالنسبة لنا أهل القرآن وأهل الإسلام بحق أهل الإسلام. لا، الأكثرية اللي منذ الفتنة الكبرى هي ليست بمسلمة، تتمنى أو يظهر لها أنا مسلمة، ولكن شوف لو كانوا من الإسلام كانت تحط الأمة إلى المهانة. وين الأمة الإسلامية اليوم في معترك الحياة السياسية؟ وين؟ قالوا مسلمين، وبعد تنطق بالإسلام وتكون ملصق بالإسلام كون مسلم، فأنت وقت تكون من إخواننا ومن أخواتنا، وإنما المؤمن أخوة، أصبحتوا أنتوا إخواننا عبر أقطار الأرض، إخوان المسلمين اللي تفيسكوا عليهم، تمنيكوا عليهم وتطعنوا في نزاهتهم وتطعنوا في انتسابهم إلى الإسلام، وقت اللي أنتم خارجين عن الإسلام وأنتم تكذبون في ادعائكم أنكم تنتمون للإسلام، وراجعوا روحكم خلالكم قبل ما ربي يورينا آياتي فيكم يا أهل إبليس، أنتم من عباد إبليس لا من عباد الرب الكريم وخير الأنيس، والله أنتم عبدتم الشر الخلق وهو إبليس هي اسمه رحمة الرحمن، ومن شر من مظاهر بغضه للإنسان أن جعلكم تعانون الهذيان والهذاء التيكوت، مشى في بالكم أنتم مسلمين، خلي عليكم اتركوا ذلك الوهم، ماذا تسلمون لرب الرحمن المسلم من الضلالة والمسلم من الخسارة والمسلم من العذاب الدنيوي والبرزخي والأخروي، والسلام على أهل الإسلام بالتمام والكمال.